يعني بحيث من واحد يمسكه يصيغ بهاي الطريقة. فنجاوبه ونقول بسم الله. طبعا بين كل لقمة لازم تكون بطل القصة الشاي المهيل العراقي. هين ذوق الباستر ما مالك مهيل ومعطر. الباستر ما طيبي. هسه راح حجي على الفطاير اللي هي خبز بالدهن على قولة أهل بغداد. نطويها، أو قبل لا نطويها أنا أحب أحط بيها قيمة بهاي الطريقة مع الشكر اللي بيها هالشكل، وشوية عسل، عسل جبلي أصلي هالشكل. هاي الطريقة خواتي لا تشتهون، اعملوا مثل ما انا عاد اعمل. ونقله بسم الله.